تمارين الهرمية باختصار شديد هو إننا بنبدأ بتكرارات كبيرة بوزن صغير، بعد كده بنزود الوزن لحد ما نوصل لعدد تكرارات معين، بعد كده هننقص الوزن تاني بنفس عدد التكرارات الأولى. عندنا هنا طريقتين علشان نعمل بيهم التمارين الهرمية. الطريقة الأولى هنفرض إننا بنتمرن 12 مجموعة. أول حاجة هنزود الوزن من أول 6 مجموعات اللي هي من 20 لـ6، بعد كده هنقلل الوزن تاني 6 مجموعات اللي هما من 6 لـ20. الطريقة التانية بقى وهي استخدام السوبر سيت مع التمارين الهرمية. هنفرض إن احنا عندنا تمرينين هنلعبهم مع بعض سوبر سيت مع زيادة الوزن. أول تمرين هنتمرنه من 10 تكرارات لتكرار واحد، تاني تمرين هنتمرنه العكس من تكرار واحد لـ10 تكرارات. فاللي احنا هنعمله هنا ان احنا أول مجموعة سوبر سيت هنتمرن التمرين كالآتي: أول تمرين هنتمرنه 10 تكرارات، تاني تمرين هنتمرنه تكرار واحد، بعد كده تاني مجموعة سوبر سيت هنتمرن أول تمرين 9 تكرارات، تاني تمرين تكرارين، وهكذا لحد ما نوصل إن احنا نعمل أول تمرين تكرار واحد وتاني تمرين 10 تكرارات في مجموعة سوبر ست طبعا. طيب ايه هي بقى فايدة التمارين الهرمية دي؟ أول حاجة إن احنا نغير روتين طبعا عشان نفاجئ الجسم بعد ما احنا اتمرنا فترة طويلة. تاني فايدة هنا للتمارين الهرمية هي ضخ الدم زي تمارين السوبر ست اللي هو الأسلوب التاني اللي احنا شرحناه في الفيديو بتاعنا. هنلاقي طبعا جدول كامل لكل العضلات مع التمارين الهرمية في وصف الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبك.